النار تعيش بها. عندك سيدي عندك جوج مسمنات فيهم عسيلة، عندك مسمنة 40 ريال وحدة، جوج مسمنات، جوج كيسان داتاي، ها هيا دير فيهم عسيلة، دير سمينة، لا دير العسل، ها العسل راه فابور فهمتي. عندك 6 دراهم، انت فطرتي شايط عليك 4 ديال الدراهم، ساليتي غتمشي تقهوى، غتقهوى ب 6 دراهم، يعني شحال باقا؟ ها باقا لك واحد 32 درهم. عندك سيدي 10 دراهم غتمشي تغدى بها، 4 ديال الباسطيلات ديال درهم، ها خبزه كون نص فيه جوج باسطيلات، وكون حرور ومناضه ديال 70 ريال، وشويه الحار ضروري، ولا صوص ديال المطيشه بنينه اللي كيدير البنه، انت تغديتي عرفتيني بالليل تقدر دير كوتي ما بين العشيه لشك شويه جاك الجوع، نسي منها عادي زعما العشاء تقدر تاخذ الشعريه، الشعريه زلافه ديال البيصار مع شويه ديال الزيت العود، ها خبزه كاع مازال غتشيط لك سيدي 160 ريال توفر. واش ما بغيتيش تعيش؟ المغيبه زوين، ها انا ما بغيتش نعيش، الحمد لله وشكره بكل توادي، الحمد لله وشكره وتكون القناعه. قال لك شوف كاين واحد المرض قال لك سميته فقدان المناعه، ولكن المرض اللي كاين اخطر منه وهو فقدان القناعه، القناعه دابا القناعه ما بقاتش، هذا هو المشكل، بنادم راه يعيش. هذا الراي ديالو بكل توادي، تحياتي استاذ الله يحفظك.